كما تعرفوا أن التحكيم والمصالحة لا يقوم ولا يتحقق في الواقع إلا بتوافق إرادتين، وفي استماع منذ شهر أبريل أمام لجنة التشريع أمام لجنة الحقوق والحريات أشرنا وأثرنا هذا الإشكال، وإشكال عدم قبول الدولة لطلبات التحكيم والمصالحة بصفتها مطلوبة وبصفتها مرتكبة للانتهاكات في حق بعض الضحايا حقوق الإنسان خاصة. تتسألوا وهذا السبب في عدم إبرام فقط اتفاقيتين، هذا لأنه إذا كان هناك رفض فأنه يحال الملف على لجنة البحث والتقصي لمتابعة بقية الإجراءات القانونية، وهذا دليل أنه هناك لجنة قائمة بالذات، لجنة تعمل نصوصها القانونية وأسسها القانونية وسندها القانوني متوفر من خلال القانون الأساسي والنظام الداخلي ودليل إجراءاتها المرن والسلس والذي يتغير حكم أنه نصطدم في بعض الأحيان ببعض الإشكاليات الواقعية ويكون دليل إجراءات قابل للتغيير وقابل للإنجاز. ونفترض هب جدلا أنه تم الموافقة من طرف الدولة في أود 2015 على كل طلبات التحكيم والمصالحة التي أرسلت إليها في ذلك الوقت، أو هب جدلا أنه تم موافقة الدولة أو تقدمت الدولة ب 685 ملف في ديسمبر 2015 وطالب التحكيم والمصالحة. إذا كان تحقق هذا فإنه من المفروض وتطبيقا لدليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة فإنه في مارس أو في أبريل المقضيين كان بالإمكان إبرام وغلق هذه الملفات نهائيا. هذا عامل الزمن هو احنا أثرناه منذ أول 2015 وقلنا أنه ضرورة أن الدولة توافق على هذه الطلبات وأن تبادر هي بتقديم طلبات التحكيم والمصالحة، وإن كان متأخر هذا الإجراء لأنه قام في يوم 15 جوان 2016. نسجد كل إيجابية تعاون الهيئات القضائية وخاصة القطب القضائي المالي لنا تعاون مشترك من أجل حل بعض هذه المشكلات وخاصة بتطبيق الفصل 48، إضافة إلى تعاون وزارة الملك الدولة والشؤون العقارية في تسريع في حل هذه الإشكالية.